4 كوب كريمة، 2 ملعقة كبيرة جيلاتين، 1 كوب شوكولاتة بيضة، 2 ملعقة كبيرة سكر الأسرة، ملعقة صغيرة فانيلا وبسكوت محشي للوجه. 2 كوب انت نعم مطحون كمان اوكي. هلا بس عشان هيك اعطيكم عده افكار عن الباناكوتا. هلا هي الباناكوتا عملتها قبل هيك بنكهات تانية، هي زي المهلبيه بتكون يعني لزجه، وفي ناس بيعملوها بقوالب وبيقلبوها بتكون هيك شكلها حلو كمان. هلا ايش بتختلف عن المهلبيه؟ انها كلها بكريمه فهي اتسم، يعني هي نوع حلو ايطالي فهي اتسم، وبنفس الوقت بدل ما نضيف لها نشا حتى نجمدها بنضيف لها جيلاتين. فهلا اول شيء بدي اعمله هون بدي احط الكريمه على النار. انا ضيفت لها اضافه مختلفه، حاطه معاها شوكولاته بيضاء عشان يعني اعمل طعمه البسكوت المحشي اللي بدي ازين فيه. هي ما بدخلها يعني شوكولاته، يعني اضافه شوكولاته بيضاء، لا هي بتنعمل كريمه وجيلاتين ونكهات. ممكن تنكيها بفانيلا، ممكن تنكيها بقشر بردقان، ممكن تنكيها بالليمون، عرفتي بايش ما بدك. كثير يعني كثير وصفه بسيطه. هلا بدنا نحط الكريمه. نعم أوكي. حلو ايطالي. هلا بدنا يعني احنا ما له خص بالهندي اليوم، هيك بالصدفه يعني. يعني احنا اليوم مجموعه مطابخ هيك منوعين. هلا اذا عندنا الكريمه رح احط عليها، لا الفانيلا خليني استنى، عاده بحب الفانيلا استنى شوي. رح احط عليها السكر. أوكي. وما رح اكثر سكر. ليه؟ لانه في شوكولاته بيضاء. في حال ما عم تستعملوا شوكولاته بيضاء اوكي، في حال ما عم تستعملوا شوكولاته بيضاء بدكم تحلوها كمهلبيه يعني، بتحطوا كميه السكر اللي انتم بدكم اياها. اوكي هلا انت رح ترجعي تحطي شوكولاته بيضاء هلا؟ طبعا هلا بس شوي تسخن الكريمه. اوكي على اساس انها تدوب جوا. بالضبط عشان تدوب مع الكريمه. هلا كمان هون ايش حاطه؟ مي سخنه. ليه؟ الجيلاتين. ليه؟ عشان الجيلاتين. هلا الجيلاتين ما بنحط راسا بالمي السخنه، في مرحلتين لتدويب الجيلاتين. اول شيء بنحط عليه مي بارده. ماشي، بنحط عليه مي بارده وهذا كثير حمي، خليني اطفي عليه المي ومنحركها. هلا شو رح يصير؟ رح تصير مكبتله، بتصير زي الجيلو اوكي، بسرعه بتجمد. هاي مرحله تفتيح الجيلاتين. هلا مرحله تدويب الجيلاتين بدها تصير بحمام البخار، بتقدروا يا اما يكون مرفوع على النار يا اما عادي الصحن مغطس بالمي، يعني ما في اي مشكله. فهلا بس تجمد لازم افرجيكم هاي الخطوه اوكي. فاذا هلا انا دوبتها بالمي البارده حتى تتفتح حبات الجيلاتين ويبطل يقرش، لانه اذا ضفناه راسا على السائل السخن بتضلك تحسي فيه زي السكر لما بكون بقرش، عرفت شو قصدي فيه؟ أوكي. طعمه أوكي. شايفه بسرعه بيبدا يجمد، خليه هيها بلشت تدفى. رح احط الشوكولاته عليها هلا ومنحرك. شوفوا قد ايه بسرعه بتدوب لانها طبعا الكريمه دافيه. الجيلاتين شو اخباره؟ هلا بدي افرجيكم. هلا بنحط الفانيلا. دائما النكهات اللي بنضيفها سواء فانيلا، ماء الزهر، ماء الورد، اي شيء بيعطي فليفر نكهه اللي هو صناعي ما بنضيفه من الاول حتى ما يعني ما يتطاير، يعني بنحطه اخر خطوه حتى يضل النكهه فيه. هلا بنحط الفانيلا. شوفي هلا روان، هلا طلع كيف صار جامد. هلا بدي احطه بالنار وارجع يرجع سائل. لازم يرجع. شوفي هلا كيف جامد، هلا جامد طلعي جلو. زي الجلو. هلا انا بدي اياه يرجع شو اسمه سائل، بس لازم على هاي المرحلتين نعمله. ما بزبط دغري. لا يعني في ناس بحطوه دغري بس يعني هيك اذا حسن. بدك مزبوط يعني كيف لازم. هاي كثير حامي. طلع هلا رجع سائل اوكي. هلا رح استعمله، ندير بالنا طبعا بس ننشف الصحن من تحت اوكي. وهلا بنضيفه على خلطه الكريمه مع التحريك المستمر، وما بتجمد يعني ما حتشوفوها جمدت على النار، رح تجمد بالثلاجة. يعني مش من النوع اللي هلا بدها تصير جامدة، لا بتضلها هيك سائلة، رح نسكبها وهي سائلة. أول ما تدخل الثلاجة خلال ساعتين بتكون جامدة. بتجمد صح. هلا في حال بدكم تحطوها بهاي الأكواب يفضل إنه يكون، يعني مش إنه يكون بس إذا عندكم هذا الجهاز موجود طايف. موجود استعملناه كثير وطلعت سموه الناس جهاز القطايف، هو مش للقطايف ولا الشوكولاته بالاصل بس انه استعملته على الهواء صار اسمه جهاز القطايف، بس هو عاده لاي شيء سوائل بدنا نتحكم فيها. في حال كان عندكم اياه بسهل كثير. هلا برضه احكي بس ملاحظه سريعه، يفضل انه يتصفى. يعني عاده مثلا هلا انا ما راح اصفيه لاني مش مستعمله منكهات، مرات بحط فيه اذا بدي اعمله بدون يعني بدون البسكوت بعمل فيه نكهه مثلا بردقان، فبحط قشر بردقان كبير، بحط عيدان قرفه، ففي هاي الحاله يفضل انه يتصفى. انا مش رح اصفيه اليوم، توكل على الله، نحطه هيك
بدك تحطيه بهذا؟ بدي احطه بالثلاجه اسهل انا يعني عشان طبعا ما هو زي المهلبيه. هلا بس بدي افرجيهم، ما حالحق طبعا اجمده تماما، بس بدي احاول انه ادخله على الثلاجه افرجيهم قديش بجمد بسرعه. هلا البسكوت بما انها انا بنكهه الشوكولاته البيضاء، البسكوت اللي هو محشي اسود ما غيره وطحنته مع كريمته، في ناس بيشيلوا الكريمه تبعته، انا بحب اطحنها مع الكريمه وبس. كل اللي عملته اني رجعت بس حطيتها على السطح، تقريبا معلقه كبيره اخذت كل وحده. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا معنا بالقناه حتى يوصلكم منا كل شيء جديد.